السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الشيف دعاء. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كله ان شاء الله جميعا. يعني هنعمل النهاردة الخلطة بتاعة المحشي. قبل كده عملنا البومبار مع بعض، عملناه وعملنا الخلطة بتاعته، كانت ني في ني وحشينا مع بعض البومبار. دلوقتي هنعمل الخلطة اللي هي يا اما هنشيلها في نخزنها في الفريزر، يا اما هنحشي بيها على طول، ايا كان بقى. بس دلوقتي احنا مش هنعمل ني في ني، احنا دلوقتي الخلطه اللي هنعملها اللي هي الخلطه المسبكه، ان في طبعا ناس بتحب الني في ني وناس بتحب الخلطه المسبكه، دي تبقى الاذواق. الاذواق حتى في الاكل اكيد طبعا مطلوبه وموجوده. هقول نحتاج ايه لو احنا هنخزنها، وهقول نضيف عليها ايه لو احنا هنشتغل بيها على طول. لو احنا هنخزنها، لو احنا هنخزن في الفريزر او في ديب فريزر عندنا، هنقعدها وقت شهرين ثلاثة زي ما احنا عايزين، هحتاج ايه؟ هحتاج المادة الدهنية بتاعتي، سواء زيت نباتي، زيت ذرة، زيت زيتون، زبدة، سمنة، زي ما احنا عاوزين. وهحتاج بصل، دي بصلتين كبار مفرومة، واحتاج طماطم، طماطم معصورة اهيت، واحتاج الخضرة بتاعتي. تاني، انا لو انا هخزن الخلطة دي هسبكها وهسيبها تبرد وهشيلها شهر اتنين تلاتة في الديب فريزر، عندي هحتاج طماطم معصورة اهيت، وعندي بصلتين مفرومين، وعندي المادة الخضراء بتاعتي اللي هي عبارة عن بقدونس وكزبرة وكرفس وشبت، وعندي المادة الدهنية بتاعتي ايا إن كان انا عايزه احط زبده، سمنه، زيت زيتون، زيت نباتي، زيت ذره، زي ما انا عاوزه. طب لو انا دلوقتي عايزه اسبك واحشي بيها على، وطبعا والتوابل بتاعتي الملح والكمون والكزبره والفلفل الاسود، لو انا دلوقتي عايزه اسبك واشتغل بيها على طول، هضيف عليها الرز. انا عندي هنا، شوف انا عندي طبق الخضره قد ايه، طبعا شايفين طبق الخضره عندي قد ايه، كتير اهو. انا بحب اكتر الخضره بتاعتي قوي، وحاطه هنا عندي كوباية وربع رز. انا بحب اقلل الرز وازود الخضرة، دي ملهاش علاقة بالدايت، حتة ان انا ازود الخضرة ان انا اقلل الرز مش هنتكلم دلوقتي في الدايت، لكن دي عشان ايه؟ دي علشان الصحة. عندي الحاجة الخضرة الورق الاخضر ده، وتحديدا الكزبرة والكرفس، لهم فوائد يعني مش عادية، لهم فوائد مش عادية. الكزبرة الخضراء والكرفس الاثنين لهم فوائد مش عادية، وهندخلهم في كوكتيل عصير بعد كده، قريب قوي هندخلهم في كوكتيل عصير، يعني استنونا ان شاء الله. انا علشان بقى اشتغل بيها على طول، هضيف عليها الكوباية وربع رز، وهضيف عليها الفلفل الالوان بتاعتي. ايوة، ضيفوا الفلفل الالوان في المحشي، ضيفوا الفلفل الالوان في المحشي وجربوا وشوفوا الطعم وشوفوا الفرق، خطير خطير في الطعم وخطير واخطر في الفايدة. الفلفل الالوان الفايدة بتاعته للاطفال وللبنات وللشباب ولنا احنا ككبار، لهم فايدة عالية جدا 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 لكل حاجة في الجسم وللبشرة، دول للبشرة مش هقول لكم. تاني نرتب بقى عشان نشتغل على نروح على البوتاجاز نشتغل. يبقى عندي دي هنعتبر ان احنا دلوقتي هنشتغل بيها على طول. عندي كوباية وربع رز مغسول، انا حطاه في المصفى هو بتصفى. عندي فلفل الوان، عندي بصلتين مبشورين، عندي حزمة كزبرة خضراء، وحزمة بقدونس، وحزمة شبت، وحط خمسة ولا ستة عيدان كبيرة كرفس. شوف الطبق بسم الله ما شاء الله قد ايه. وقلنا ملناش علاقه بحته الدايت دلوقتي، مش هنتكلم دلوقتي في الاكله الدايت، احنا علشان الصحه وعلشان الفوائد ديت للشعر وللبشره وللكبد وللكلى وللقلب، لكل حاجه في الجسم. وعندي طماطم معصوره، ده نص كيلو او كيلو لربع طماطم معصوره، طبعا هنرجع نقول الكميه حسب العدد اللي عندكم، حسب عدد الافراد عندكم، او حسب كميه المحشي اللي حضراتكم هتعملوه. وعندي الماده الدهنيه بتاعتي، سواء زيت زيتون نباتي، ذره، زبده، سمنه، زي ما حضراتكم عاوزين. يلا نروح على البوتاجاز ونشتغل. اي، حطينا الماده الدهنيه على النار، هناخد هنا البصل، هناخد
طبعا تاني هنقول المحشي اذواق، في ناس بتحب الني في ني، وفي ناس بتحب الخلطه المثبته، ان انا اتبل البصل او الثوم او احط البصل مع الثوم. طبعا انا هنا اهوت هاخد البصل تشويحه كده. انا جيت لما فرمت البصل طبعا فرمته في القطاع وحطيت عليه معلقه ملح، ياخد بس كده ايه تشويحه، ريحته تطلع بس كده. طبعا زودوا البصل، البصل مفيد جدا للصحه. يدوب بس ايه يديها تشويحة كده، لغاية لونها ما يبدأ يبقى اللون الذهبي مش المحروق او البني. لا بدأ يديني اللون اللي انا عاوزاه كده ماشي اهو، ريحته بدأت تطلع خالص اهي. هنزل عليه بالطماطم المعصورة طبعا. قلنا لو احنا هنخزن او هنشيل في الفريزر او في الديب فريزر او هحطها في التلاجة من تحت وهستخدمها بكرة بعده ومش عارف ايه كده، هستخدم المكونات اللي انا قلتها، البصل والطماطم والمادة الخضراء والتوابل بتاعتي. هسيبها بقى كده ايه تاخد وتدي مع نفسها لغاية ما الزيت او السمنة تطلع فوق الوش، لغاية ما الطماطم تنطر المادة الدهنية بتاعتها. طبعا هي بتغلي معايا اهي، هتبدأ تنطر السمنة بتاعتها او المادة الدهنية بتاعتها، واحط الورق الاخضر بتاعي اهي بدأت تنطر خالص المادة. هنزل بقى انا بالورق الاخضر بتاعي اهو كله، الريحة بقى كرفس وكزبرة وبقدونس وشبت عاملة عمايلها. اهي قلب كويس اوي عشان كله يدخل مع كله. يعني خلاص اهي نطفي عليه، تاخد لفه بس كده كمان كده بقى. لو انا هخزنها خلاص هكتفي بكده، بعد ما تخلص خالص هطفي عليها واسيبها تبرد خالص، ويا اما احطها في اطباق الفجر، يا اما احطها في علب او برطمانات معقمه، يا اما احطها في اكياس اللي هي الاكياس الصالحه للتخزين. خلاص اهي
ديت اخر لفه ديت. طبعا ريحتها فظيعه فظيعه، كرفس مشكله لوحده. اهي بسم الله ما شاء الله عليها، هي كده لو انا هحسبها تبرد وهخزنها في الفريزر عندي. طب لو انا بقى هشتغل بيها وهعمل بيها دلوقتي على طول المحشي بتاعي هعمل ايه؟ تعالوا نركبها مع بعض. ادي الرز اللي انا كنت مصفياه غسلاه ومصفياه، احطها وهنزل بيها كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل زي ما اتفقنا بالفلفل الالوان، هحط الكمون، معلقه ونص كمون، احط كزبره اهي، نص معلقه صغيره كزبره، احط الفلفل الاسمر او الفلفل الاسود بتاعي اهي معلقه ونص، هحط الملح بتاعي اهو. ما تنسوش ان احنا حاطين ملح في البصل واحنا بنفرمه، وهقلب هقلب كل الخلطه بتاعتي مع بعضها وابدا ان انا احشي. طبعا الرز كده الخلطه كده ما تتخزنش عشان عليها رز، لان الرز ما ينفعش يتخزن، بيبوش بيبوش وتلاقيه يفك في ايديكي. قلبي كويس بقى عشان الصلصه بتاعتك او الخلطه بتاعتك كلها تدخل اهي. بسم الله ما شاء الله اهي لونها زي الفل اهي، والفلفل الالوان فيها عطيها لون جميل وعطيها ريحة حلوة، والتوابل. عايزة تحطي معلقة صلصة تانية حطي صلصة عادية من بتاعتنا، عايزة تحطي معلقة ثوم زي ما حضرتك عاوزة، بس هي الصلصة كده اساسها الصح. الاضافات دي بقى كل ست بيت هي بتحب تضيف الاضافات بتاعتها اهي. وبالهنا والشفا، وجربوها ومستنية تعليقاتكم. السلام عليكم.